يا مساء الخير على كل مشاهدينا، برحب بحضراتكم معانا حلقه جديده ويوم جديد مع ست الستات. ست الستات بتاعتنا النهارده قويه جدا، وبتثبت ان الست المصريه ما تعرفش ابدا كلمه مستحيل. لما بتقرر كده تدخل اي مجال لازم تتفوق فيه. ضيفتنا النهارده اقتحمت مجال صعب جدا، هو مجال الحراسات الخاصه اللي عمره ما كان للستات، على الاقل في مصر يعني او في الوطن العربي. تحدت صعوبات كتير جدا، وعايزة أقول لكم إن شخصيات كتير قوي ومهمين قوي على فكرة وثقوا فيها، وكانت الحارسة الخاصة ليهم في مصر وكمان برا مصر. ضيفتنا النهاردة هي هند وجيه عثمان، أول حارسة خاصة معتمدة من وزارة الخارجية ووزارة الداخلية كمان. على فكرة هي كمان عضو بالمنظمة الألمانية لضباط الحراسات الخاصة. جامدة جدا. ازيك يا هند؟ الحمد لله. عاملة ايه؟ تمام. هند أنا فخورة بيكي ومبسوطة بيكي، ويعني عندي بقى مليون سؤال يخص الموضوع ده، لأن الستات مش أكيد موجودين كتير في المجال ده. أكيد طبعا. صح؟ مش موجودين خالص خالص خالص. إيه اللي ترقعها في مخك إنك أنت يعني تبدأي اللاين ده من التخصص حراسات خاصة؟ ويعني بدايتك كانت الأول إن أكيد رياضية. أكيد طبعا. صح؟ طبعا. ومش أي رياضة طبعًا. أعتقد كده حاجات بقى الفنون القتالية وألعاب القوة. بالزبط. أنا مش هقول، أنت احكي لي حكايتك من أولها. أنا من صغري وأنا بلعب فنون قتالية. طبعا ما كانش الأول في دماغي إن أنا أكون حارسة شخصية وكده، بس أنا يعني من صغري كنت بلعب فنون قتالية، لعبت كاراتيه ولعبت جات كندو، لعبت فول كونتاكت وأيكيدو اللي هو فن تكسير العظام، لعبت كيك بوكسينج، لعبت ماي تاي، فيمكن الحاجات دي اللي أهلتني وحببتني في شغل الحراسة الشخصية. اللي وصلني إن أنا أكون حارسة شخصية إن أنا كان في عقيد صديق ليا كان تابع لشركة حراسات شخصية، فعرض عليا الفكرة إن أنا أكون حراسة شخصية في الشركة دي. لواحدة ست ولا لراجل؟ لا لا، حراسة شخصية. كنت لسه بدايتي، ما كنتش اعتمدت الاعتمادات اللي هي الأولية. فأنا الأول اشتغلت في شركة حراسات خاصة عادية جدا، كنت بنزل تأمين حفلات، تأمين ممثلين كجارد. كجارد بس. ما كنتش لسه مؤهلة إن أنا أنزل مع شخصيات هامة أو شخصيات سياسية أو شخصيات معروفة يعني. فطبعا في يوم كنت متواجدة فلقيت في شخصية جاية مهمة ومعاها الحارس الشخصي بتاعه، فقلت ليه أنا ما بقاش كده، حابة أنا أكون زي كده. فاتكلمت معاه وعرفت إن هو حارس شخصي معتمد بس هو مش مصري. تمام. فحبيت ان انا احاول اعمل حاجه زي كده، فكلمت المتخصصين في معهد الشرطه اللي انا عايزه اخد دوره حراسه شخصيه. طبعا كان الاول رافضين انت بنت ومش بنت، ومفيش بنت دخلت اخذت الكورس ده قبل لا كده. لا، كان ساعتها رجال امن ورجال شرطه وصاعقه والكلام ده، بس ما كانش فيه بنات. فطبعا يمكن في الاول اعترضوا شويه وكده، فانا جيت قلت لهم انا عايزه اتواصل مع القائد او الاستراكتور. الاستراكتور طبعا امريكي يعني قاعد في امريكا فعايش، فبيدي دورات حراسات خاصه لسيدات كتير. متعودين بره على كده. بالنسبه له الوضع مش صعب. فلما لقاني ان انا متحمسه ودارسه فنون قتاليه ومعايا اسعافات اوليه والحاجات دي، فقال لي ان احنا هنعمل لك اختبارات. فطبعا الاختبارات كانت الاول عملي. يعني اتعلمنا استخدام السلاح، امتى السلاح يطلع بشكل امن لتغطيه الفي اي بي. شايفه بندقيه في السلسله وبكدب عينيا يا اولاد. يعني ده في بندقيه في السلسله وفي سلاح اهو كمان. لا بقول لك، اخدت تصريح قبل دخول المدينه؟ طبعا. طب الله يعني الحمد لله، لحسن نبص نلاقي احنا امن عندنا جامد جدا. اكيد اكيد اكيد. احنا صورك بتتعرض قدامنا على شاشه، انت ممكن تشوفيها اهو على شمالك. تمام. دي صورك وانت بتضربي نار، او دي وانا بضرب رمايه كانت في دبي، رمايه حيه. حيه. رمايه حيه في دبي. خدت اربع دورات اول مصريه رمايه حيه هناك علشان شغلي كحارسه شخصيه. وبحيث ان انا اقدر اطلع سلاح ورخصه سلاح، علشان لو نزلت مع شخصيه هامه ولا حاجه يبقى تستدعي السلاح، يبقى معايا الرخصه ومؤهله ان انا اقوم بحاجه زي كده. طبعا. طيب ده كده الكورس الاولي اللي حصلت عليه، وبعد كده بقى ازاي اعتمدتي انك انت تبقي معتمده من وزاره الخارجيه والداخليه المصريه؟ اول حاجه طبعا لما خدت الكورس هناك اعتمدت من وزاره الداخليه، فطبعا حبيت ان انا اطور من نفسي. طبعا كان الموضوع صعب، فلما جيت زي ما انا قلت اتكلمت مع الاستراكتور قال لي هعمل لك اختبارات. طبعا اول حاجه كنت انا البنت الوحيده، بدات الاختبارات والحمد لله. اتعلمت طبعا استخدام المسدس، ازاي نقوم بحمايه الفي اي بي، لازم يكون في ركض، لازم يكون في مراقبه، لازم يكون في رصد. الوضع بتاع الحراسه الشخصيه غير البادي جارد. البادي جارد بيعتمد على الجسم والعضلات. صح. ممكن ينزل
ينزل مع تأمين ممثل تأمين ممثلة، بس ما يقدرش ينزل مع شخصية دبلوماسية أو شخصية أمنية، لأن في ناس بتقولك الشخصية الدبلوماسية بتيجي مع طقم الحراسة بتاعها من بره. بس هم ممكن لو داخلين في الدولة نفسها بيستعينوا بحراس شخصيين من الدولة، لأن هم بيبقوا ملمين أكتر منهم بالمعلومات في الدولة، عارفين الأماكن وعارفين الشخصيات المشكوك فيها. فحبيت إن أنا أعمل حاجة زي كده، فطبعا الاستراكتور بتاعي ساعدني، فحاولت إن أنا أخد دورة. فالحمد لله خدت أول حاجة عضوية منظمة الشرطة الدولية من الاي بي او أكاديمية الشرطة، وخدت عضوية مكافحة الجرائم العامة والإرهاب الدولي، وبعد كده خدت ضابط اللي أنا في تايلاند، أول بنت حارسة شخصية في تايلاند أشتغل ضابط هناك. اشتغلتي في تايلاند؟ في ناس نزلت معهم كانوا من تايلاند وسياسيين وشخصيات عامة وحاجات زي كده؟ بالظبط بالظبط. الحمد لله دي كانت هيئة إن أنا حصلت على شهادة من السفارة، اللي أنا ضمن السفراء يعني. أوكي. أشتغل مع السفراء. ده العضوية دي ما بتمنحش لقب سفير، لكن بتمنحك إن أشتغل مع السفراء. تشتغلي مع السفراء. إنجازات أرقام قياسية عربية. دي موسوعة الإنجازات الأرقام القياسية، إن أنا أول فتاة حارسة شخصية في العالم العربي أو الوطن العربي كله. معتمد. دي طبعا اول برضو حد مخططة احمال مصرية فريق كرة قدم رجال. حضراتكم تفكر ان انا قلت ان انا اشتغلت كنت مع كابتن ابراهيم سعيد وعصام الحضري وكابتن حسام ميدو فترة. على فكرة امبارح كان في بطولة الاندية، كان في امبارح ولا اول امبارح تاني امبارح، كان اول يعني حكمة بالزبط تدخل بالزبط في البطولة دي، وكانت اكتر من رائعة. دي كانت ده بالمناسبة يعني. طيب عايزه ارجع لك بقى تاني هنا طبعا انت يعني بنرجع بقى للذكريات مع الحاضري طبعا يعني كنت بقى بتعملي ايه هنا؟ انا كده كده مخططه احمال يعني. انا شغلي كمخططه احمال. كنت بتمرني الحاضري نفسه؟ لا انا كنت بنزل مع الحاضري، بس كنت بمرن فريق كره قدم كان تابع ليهم هناك. كان هو مدرب حراسه هناك. أيوه. حارس مرمى، وانا كنت مدربه الفريق. أوكي. بدني. اوكي بدني. ده يعني قبل الحراسات الخاصه، ده في توقيت الحراسات في توقيت يعني. انت ممكن تعملي كده وكده. كان جه كلمني كابتن ابراهيم سعيد ورحب بيا بالفكره، قال لي ايه رايك ان انت تكوني اول مدربه احمال مصريه. فطبعا انا بحب اكون اول حاجه في اول حاجه، فرحبت بالفكره. طبعا رحت ده تقريبا فريق جولدي، اشتغلت معاهم فريق اول، وفيهم نجوم على فكره محمد ابراهيم، وفيهم ناس من نوادي كبيره قوي كانت معروفه. تمام. فاشتغلت معهم. طبعا كان اول يوم صعب بالنسبه لهم، انتوا جايبين لنا بنت تمرنا والكلام ده. فبدات انا اشتغل معاهم، رحت شد عليهم على طول، تعالوا لي بقى. بالظبط. اشتغلت معاهم، فبعد كده ما بقوش يتمرنوا غير لازم اروح انا مرن. فدي احسن حاجه، ان الواحد لو مثلا في حاجه عايز يثبت نفسه فيها وقدر يثبت نفسه فيها، بيثبت نفسه فيها وبيثبت نفسه للناس اللي معاه اللي هو بيمرنهم. طبعا. وانت بتتمرني حراسات خاصه يعني انت بتقولي انت كنت البنت الوحيده، دي حقيقه. نظره هم بيبقوا تقريبا ضباط سابقين وبيبقوا عقدة سابقين، يعني بياخدوا مركزهم الاول في شرطه او جيش وبعد كده بيتحولوا للحراسات الخاصه. بالظبط. بصولك ازاي؟ انت عارفه احنا عندنا النظره الموتشو شويه اللي هي ايه، ذكوريه شويه في مجتمعاتنا العربيه، مع احترامي ليهم. أيوة طبعا. بس هم عندهم حق اول مره يشوفوا حارسه بتتدرب يعني. هي بصراحه الواحد كان بيعاني من حاجه زي كده، بس هم لما لقوني اللي انا حابه اللي انا اوصل في الموضوع وحابه اللي انا اشتغل عليه بجد طبعا، وشايفين اللي انا فعلا يعني حاولت اللي انا اخد حاجه زي كده، والحمد لله خدت يمكن اول من الدفعات واعتمدت هناك، وخدت الاعتماد بتاعي اللي انا اول حارسه شخصيه، وبعد كده بدات بقى اخد الاعتمادات بتاعتي، سافرت دبي وبره مصر. ايه المنظمه الالمانيه لضباط الحراسات الخاصه؟ ده الاعتماد بتاعي كان منظمه الشرطه الدوليه من اي بي او اللي هو. ايوه. وجنبك جرابات كتير وحاجات كتير يعني. ورلنا بقى يعني الكارنيه ده بتاع الكارنيه الشرطه البوليس. ده كارنيه البوليس طبعا. شايفينه يا احمد؟ احنا شايفين الكارنيه ده دوليه من اكاديميه الشرطه. اوكي تمام. في عندي طبعا هنا برضو ده هو بتاع الارهاب الدولي، ده الكارنيه بتاع الارهاب الدولي. اوعوا بقى ارهاب دولي اهو. طبعا ده من انجلترا. تمام. في طبعا ده بتاع مكافحه الجرائم العامه والارهاب برضو. ايه ده يا هند ده؟
اكيد دول بقى اختبارات كلها منفصله، كلها اختبارات وكلها دورات وكلها معاناه عشان الواحد يقدر يوصل لحاجه زي كده، لان صعب صعب جدا. حصل لك حاجه على ارض الواقع؟ ورينا اخر ده بتاع كمير. اعتمادي من العضويه في الامم المتحده. يعني انت بتأمني شخصيات كمان؟ أيوة ممكن بالزبط. رايحين بالزبط. مؤتمرات في الامم المتحده بتهدف الى الامن والسلام. طيب. سؤال بقى، هل قابلتي خطر حقيقي على ارض الواقع؟ كافحتي ارهاب؟ دفعتي عن الشخص ودخلتي في حاجه؟ ضربتي نار على حد؟ قوليلي كده. لا، هو احنا بصراحه عايزة شغلنا بنشوف شغلنا بنحاول اللي احنا على قد ما نقدر نستبعد المشاكل، عشان طبعا ما ينفعش نعمل مشكله ومعانا في اي بي، لان هينعرضه هو كمان للمشكله. لما نيجي ننزل في فرق، لما ننزل مثلا مع شخصيه دبلوماسيه ولا حاجه، ما بنبقاش لوحدنا، ده بنبقى طقم ومعانا رجال شرطه ورجال صاعقه وامن مركزي، هم بيقوموا بتغطيه المكان بالنسبه للجمهور او بالنسبه للاشتباك. احنا كل اللي علينا بنقوم بحمايه الفي اي بي فقط. يعني لو حد قرب له انت اللي تقفي بالظبط. التيم ليدر مخصص بحمايه الفي اي بي، والحراس اللي معاه مخصصين بحمايته وحمايه الفي اي بي، ورجال الشرطه والكلام ده، لان احنا مش شغلنا اللي احنا مهمتنا حمايه الفي اي بي، مش شغلنا اللي احنا هنقعد بقى نضرب في الناس والكلام ده. اي بس وانت بتحمي الفي اي بي ده دي حاجات طبعا بتبقى بيبقى ساعات بتتعرضي لظروف. ممكن الواحد طبعا يتعرض. عمرك اتعرضتي لحاجه زي كده؟ لا لا يعني لكن انت في الشارع الواحد مجهزة ممكن يتعرض، انما في الشخصيات اللي نزلت معاهم الحمد لله ما فيش اي ايه الشارع ممكن واحد طب يعني لو واحد بيعاكس مثلا. لا ده ليلته سودا، ده ارهاب دولي. انت معاكي شهادات مكافحه ارهاب دولي، يعني يبقى ليلته سودا. لا انا بحاول على قد ما اقدر امتص الرياكشن الغضب بتاعي، لان انا يعني واحد سريعه الغضب. انت يا هند لا مش سريعه الغضب، بس لما بغضب بتحول ببقى انسانه تانية خالص. خلاص يعني ساعه الغضب ما لو لقيت حد مثلا بيلمس في حاجه تحرش ده انا اللي ممكن اقدر اتصرف معاه، انما لو حد بيعاكس انا اصلا ما بتعاكس، يعني لو حد بيعاكس او حاجه زي كده لا بحاول ان انا اكبر دماغي وامشي، يعني لانك هتعوريه. لاني لو استخدمت فعلا الغضب بتاعي انا ممكن مش اعوره، ممكن اموته. فموضوع ما بتحاوليش انك طيب دلوقتي بقى الجاردات زي ما قلتي انت في الاول في اول كلامك بيبقوا معتمدين على البادي بيلدينج بتاعهم. أيوة والحاجه. انت بقى ايه يعني الفرق ما بينك وما بين الجارد كقوه بدنيه؟ ايه تمام، الجارد زي ما احنا قلنا بيعتمد على الجسم وبيعتمد على الشكل. الحارس الخاص لازم يكون عنده رد فعل سريع، اكتشاف المخاطر قبل وقوعها، لازم يكون ملم بالمعلومات اللي تخص الشخصيه اللي معاه، عارف كل كبيره وصغيره، لازم يكون دارس اسعافات اوليه عشان لو حصل مكروه للفي اي بي يقدر يسعفه، بجانب ان هو يتصل على الجهات المسؤوله، لازم يكون مدرب ومؤهل بحمل سلاح وازاي يقدر يتعامل لو في اي اتاك حصل على الفي اي بي، لازم يكون في رقد مراقبه، في حاجه ثانيه خالص وعالم ثاني خالص غير شغل البادي جارد. مرتبه اعلى بكتير من البادي جارد. طيب هل انت بقى لما بتيجي نازله مع شخصيه سياسيه، رجال اعمال كبار، شخصيات سياسيه، هل بتبقي بتحاولي تجمعي معلومات عنهم الاول؟ هل بتاخدي حد بيديكي بريف او بيديكي ملخص كده، فلان الفلاني ده كذا كذا كذا، بتبقي عارفه حاجات عنه اللي بتقدري توفري له الحمايه دي بالزبط. ولا هي بس حمايه جسديه بس؟ لا بالظبط، لازم الواحد يكون زي ما انا بقول ملم بكل المعلومات من اقرب الناس ليه وعارف كل حاجه. يعني انا ممكن مثلا رجل اعمال يكون مثلا شغله مش كويس او يكون مثلا مهدد مش مهدد مبتز، شغله مش كويس مبتز، ممكن بيحب مثلا ان هو مثلا قطعه ارض يحاولوا ان هم يستولوا على الحاجات اللي بتحصل دي. ايوه بعض الخطوره البسطه من رجال الاعمال يعني، فانا ما اقدرش اشتغل مع انزلش انا شغل معاهم يعني. انا بنقي الناس اللي انا بشتغل معاهم هم الناس اللي انا اقدر اتعامل معاهم. اوكي انت عارفه ان يكون في بروتوكول فني بروتوكول في التعامل طبعا. يعني دكتور اشرف صبحي اهو وزير الرياضه يعني كنت في ايفنت وكنت متواجده مع سياده الوزير اشرف صبحي، وكان من ضمن الحاجات الجميله قوي اللي اتشرفت ان انا اكون متواجده. لكن حميتيه عملتي كنت متواجده كنت متواجده معاه في طقم الحراسه بتاعه يعني كنت متواجده. عمر حد قال لك لا مش هتبقي في طقم الحراسه؟ يعني انا عايزه بس افكر الناس بحاجه يا جماعه. طبعا بمناسبه ان اللي في الصوره ده ابن عم الرئيس الليبي السابق الراحل القذافي، مستر عبد السلام بني حمداني القذافي. عايزه افكر الناس والمشاهدين وافكرك انت كمان يا هند، فاكره الصور اللي كانت بتطلع للرئيس الراحل القذافي؟
كانت الحارسات الشخصيات بتاعته من النساء دايما. طقم الحراسه بتاعته كان مكلف بيها كانت من السيدات فعلا، واقوى سيدات على مستوى الوطن العربي ليه؟ كله. يعني انا قريت كذا ارتكل كده، وهو اتسال الله يرحمه عن الموضوع ده، قال لك الوفاء بتاع السيده وحرصها على الشخص اللي بتحرسه، يعني مش زمن في الرجال، الرجال دول اهالينا يعني، بس طبعاً. بيبقى عندها شراسه في الدفاع اكتر. هل فكرتي ليه كان طقم الحراسه بتاع القذافي ستات او هي من الاناث؟ الستات يعني لما بتحب تبقى شخصيه قويه بتبقى شخصيتها قويه، وبتقدر ان هي تحافظ على الشخص اللي معاها تمام، ما تقدرش تخونه. فالستات ليهم تعامل خاص جدا لما نزلت حراسه شخصيه عن الرجال. فدايما انا لما بنزل، حتى بنزل دي بقى اكتر حاجه الرجال اكتر من الحريم عندي. في مثلا هنا في مجتمعنا يقول لك ازاي ست هتقوم بحراسه راجل، ياخدوها عيبه يعني. فلما بيلاقوا الواحده فعلا دارسه وفاهمه شغلها كويس، وازاي هتتعامل مع الناس اللي حواليه الفي اي بي مثلا، او فن التعامل ازاي هتبدا توصله للمكان اللي هو عايز بيه بشكل امن، الموضوع بيبقى سهل جدا وبسيط. مش في صعوبيه زي ما الناس متوقعه قوي. بتطوري نفسك ازاي يا هند؟ اصل حكايه الحارسه الشخصيه دي زي لعيبه الكوره ليهم، عارفه مجرد ما بتخطي حتى المدرب ايج معين، ان احنا نقول عليه مدرب، المدرب لازم يبدا برضو ياخد في دورات وياخد اعتمادات، ما فيش حاجه اسمها ان انا اخد حاجه واتوقف عليها. لا، وكمان سيمون اهي قدامنا. ده كنت في حفله قريبه كانت مع الفنانه سيمون. ايه المختلف لما بتأمني مثلا فنانة أو شخصيات فنية؟ الستات بيبقوا لزاز كده يعني، مفيش عليهم أتاك ضرب نار، مفيش صعوبات، حد عايز يتصور معاها، حد مش عارف تعملي إيه بقى ساعتها لو حد جاي يتصور معاها؟ لو حد جاي بيتصور معاها أنا على طول ببص في وشها، لو هي طبعا لو في مثلا حد مش قادر تقول تبعد الناس والكلام ده أو تزعق، فأنا لو بصيت في الرياكشن برضو دارسين الرياكشن بتاع الوش، بعرف إذا كانت فعلا هي عايزة تتصور ولا لا. او لا، لو قابله اوكي، مش قابله ببدا اتكلم مع الناس باسلوب كويس جدا، تطلعي قدامها وتبداي تحجزي، نبدا نعمل بشكل برضو بروتوكول، مش نفس الشكل الهمجي يعني اللي احنا ممكن نزعق الناس ونزعق. ايوه، لينا طريقه كده في فن التعامل مع الجمهور. انت شايفه مستقبل المهنه اولا معتمده على القوة البدنيه؟ ما شاء الله عليكي. وانت يعني بقول لك ايه، ينفع تقومي لنا ثانيه يا هند نشوف الاوتفيت بتاعك كده ونعاين يعني مش كل يوم بنشوف حارسه شخصيه ولبسها ومظهرها، لف لنا كده. انا عارفه ان احنا ملبدين بالمايكات والحاجات. ايوه. اللبس ده طبعا لبس الشوتينج اللي هو الرمايه اللي هو ضرب النار، انما لما بنزل مع شخصيه مثلا بيبقى حراسه ولا حاجه بنلبس بدله سوداء او طقم غير كاشف للاضواء، عشان لو لابسين سلاح ولا حاجه، لان ما ينفعش ان احنا نكشف عن شخصيتنا طبعًا. او طبعا نعرف الناس اللي معانا ان احنا معانا شخصيه يعني معروفه، لو حابه ان هي تتجول في اماكن يعني بالنسبه لها الاماكن سهله يعني. اتفضلي. وبعدين فتلبسوا اسود ممكن غير البدل السوداء العاديه بتاعتنا، او ممكن اي لبس مشابه للشخصيه بالظبط. اوكي، نفس اللبس اللي هي كمان بالظبط، ممكن نلبس لبسينه. نفس اللبس اللي هي بتلبسه. انت شايفه مستقبل المهنه دي ايه؟ هي بالنسبه في مصر تقدري تكملي فيها قد ايه؟ لا، انا ان شاء الله لسه عندي كمان شهر 3 بطولة رماية تانية تعتمد من الامم المتحدة ان شاء الله، تكون في دبي ان شاء الله ناخدها. طبعا بس هي المهنة صعبة شوية هنا في مصر يعني، هنا في مصر مش متداولة قوي، مفيش بنات بيسألوكي يا هند عايزين نبقى زيك؟ طب هل في مثلا في بنات؟ بس تكلفة الدورات عالية جدا، وغير كده كمان ان يعني في الأسر بيخافوا على اولاد على بناتهم، تقول لك انت هتقومي يعني ممكن يحصل عليكي اتاك، ممكن يحصل ضرب، مش عارف ايه الكلام ده. ظابطات وبقوا ليهم اماكن معينه، شغل الشرطه والظابط بيبقى تمام وكل حاجه، بس مش زي شغل الحرس الشخصي. الحرس الشخصي ممكن يخرج من البيت ما يرجعش. معظم الضباط بيبقى ايه، سكرتاريه عسكريه، اعمال كتابيه، الحاجات دي، فقليل قوي لما يكون في تعامل مع الـ نفسك تحققي ايه في مهنتك؟ وده اخر سؤال. نفسي اشتغل مع رؤساء. نفسي اقابل سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي واشكره على مجهوداته الجميله، ان هو بيدعم حق المراه في حاجه زي كده.
ده صعب المنال طبعا. وخلي بالك رئيسنا مش اي رئيس، يعني رئيسنا احنا عايزين قمه الحمايه للاسره الملكيه بتاعته. احنا محاصرين من كل حته حوالينا باعداء، فيعني عايزين طبعا طبعا الرئيس بنشكره على مجهوداته ودعمه بالنسبه للمراه، فدي حاجه كويسه جدا، يعني من اهم حاجه بيعملها دعم المراه. نفسي اعمل حاجه اكشن، نفسي اعمل افلام اكشن. شايفه ان مفيش اكشن خالص هنا بنات في مصر من سعيد بقى الفنانه سماح انور والفنانه اسعاد يونس، فحابين نعمل حاجه اكشن كده ربنا يسهل. يعني ممكن تتجهي للتمثيل لو حاجه اكشن هادفه. اوكي يعني بس هتبقى جد بقى، هيبقى القلم منك او البوكس منك، هيبقى يعني مش تمثيل خالص، هتبقى جد. فانا مبسوطه الحمد لله، وبشكر طبعا الناس اللي وقفوا معايا، بشكر بستر محمد مرزبان طبعا رجل الاعمال على وقفته معايا. يعني عايزه اقول لك هو مصري برضو، واول مصري ياخد الاعتمادات اللي معايا دي، يعني منه رجل اعمال وحارس خاص بسم الله ما شاء الله، اول مصري تمام، وقدر كمان يحقق حاجات كتير بره مصر. يعني هو صاحب شركات خارج طبعًا. مصر من الشركات اللي هي الدريفري التوصيلات اللي هي مش هنقول اسامي شركات على الهواء. انا بتمنى لك كل توفيق، واهو انت قلتي امنيه نفسك تحرسي الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس طبعًا. المصري طبعا، ودي امنيه غاليه وصعبه المنال، لكن مفيش حاجه بعيده على ربنا ان هو يوفقك في حاجه زي كده ويوفقك في مهنتك ويحقق لك كل اللي بتتمنيه. وبشكرك انك انت دخلتي مجال اقتحمتي مجال الست المصريه ما تمش اقتحامه قبل كده، وكل توفيق للست المصريه. انا اللي بشكرك، وبشكر برضو وعايزه اشكر كم حد كده بالسريع من زمايلي، بشكر طبعا عبد الله الشمسي من دبي، وبشكر الناس اللي هي واقفه معايا، بشكر طبعا مستر احمد وهبه، ده طبعا رجل اعمال معروف مستر احمد وهبه، بشكر طبعا مبارك المرزاحي، بشكر ناس كتير قوي وقفوا معايا ومش عايزه انسى حد. احنا كمان بنشكرك وبنشكرهم. هند وجيه عثمان اول حارسه خاصه معتمده يا جماعه من الخارجيه، من وزاره الخارجيه ومن وزاره الداخليه، وكمان عضوه بالمنظمه الالمانيه لضباط الحراسات الخاصه. شكرا جزيلا يا هند، نورتينا النهارده في ست الستات. الله يعزك. وناخد فاصل ونرجع نكمل باقي فقراتنا لليوم، خليكم معنا.